السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي وخواتاتي، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التسام المغربية. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله غادي نطرقوا لمجموعة من النقط في هذا الفيديو. غادي نتكلموا على الأستاذ المديمي، وغادي نتكلموا على التصريح المؤلم اللي خرجت به الأم ديال الأستاذ المديمي، غادي نتكلموا على اليوتيوبرز المغربية الوطنية، وغادي نتكلموا على السيدات اللي تعرفوا بجملات غادي نوصلوا الخبز للفران. غادي نتعرفوا على السيده الثانيه اللي كانت معاها، ماشي مولات ليزار الصفر ولا اني الاخرى اللي كانت معاها واللي كانت واقفه برا المحكمه بالصوت والصوره باذن الله. بعد ما تكلمنا البارحه على صاحبتها اللي كانت داخل الجلسه واللي حتى هي صورات سلطانه، هاد الجوجات هادو اللي ضربوا الطرقان في داك النهار ديال يوم الجلسه غير باش يصوروا عباد الله اخوتي، باش يمشيو يقلبوا على الهويات ديال عباد الله بدون موجب شرع. شكون اللي عطى لهاد الناس الحق انهم يجيو للمحكمه؟ شكون اللي عطاهم الحق يدخلوا للمحكمه؟ شكون اللي عطاهم الحق انهم يصوروا في عباد الله ويتلصقوا ويتجسسوا على عباد الله؟ هاد الشيء كامله عمل اجرامي كيجرموا القانون ديال بلادنا، وبغينا السلطات انها تضرب بيد من حديد على هاد الاشخاص هادو اللي باغين يزرعوا لنا الفتنه بالبلاد، وبالخصوص يزرعوا الفتنه بمدينه مراكش. اذا اخوتي ما تزبيوش وخليكم الى اخر الفيديو. اول شيء غادي نبغي نتكلم هنا خوتي على التصريح اللي خرجت به الام ديال الاستاذ المديمي. الفيديو غادي تلقاو الرابط ديالو في اول تعليق اسفل هذا الفيديو ان شاء الله، كليكيو على الرابط وغادي يديكم مباشره التصريح ديال الام الاستاذ المديمي اللي وجهات واحد النداء لجميع المغاربه الاحرار، سواء المغاربه المتواجدين بالمغرب وكذلك الجاليه المغربيه، انهم يوقفوا مع الاستاذ المديمي، ما ينساوش الاستاذ المديمي النضال ديالو من اجل تحقيق العداله والحق بمدينه مراكش. حنا كاملين اخوتي عارفين ان الاستاذ المديمي لطالما كان كيناضل من اجل تحقيق العداله بمدينه مراكش، يعني كان كيفضح ملفات اللي هي خطيره جدا، ملفات ديال الفساد، وكذلك هو اللي فجر الملف ديال حمزه مومبيبي. الاستاذ المديمي يعتبر اول شخص اللي فجر حقائق خطيره عن حساب حمزه مومبيبي، فجر الاسماء ديال الناس اللي متورطين في هذا الحساب المشؤوم. اذا اخوتي حنا كاملين مع الاستاذ المديمي، كنتمناو يا ربي الله يطلق سراحه والله يبين الحق ديالو يا ربي امين. وحنا كاملين كنقولوا ان هذا الشخص راه ماشي المكان ديالو، هو سجن الوداية. الاستاذ المديمي المكان ديالو المناسب هو في مركز حقوق الانسان بمدينه مراكش، او لا في النضال ضد الفساد والمفسدين، هذاك هو المكان ديالو الحقيقي. كنتمناو من القضاء المراكشي انه ينصف هذا السيد، لانه عنده جميع الضمانات اللي كتخول ليه انه يتابع في حاله صراح، والضمانات راها كثيره وكثيره، وكتعزز الملف ديالو باش يعني يتابع في حاله صراح. ما عمرنا شفنا انسان حقوقي يتابع في حاله اعتقال، هذا ضرب صارخ في الحقوقيين المغاربه وكذلك في المؤسسات الحقوقيه بالبلاد. حنا ما عمرنا ما شفنا في شي بلاد اخرى ان الحقوقيين كيتعتقلوا. هذا الشيء راه اخوتي راه عيب اننا نشوفه في بلادنا، هذا راه اسمه تكميم الافواه. البلدان كتزيد كتطور وكتزيد القدام، واول شيء اللي من خلاله كنشوفوا التطور ديال البلاد هي تطور حقوق الانسان. واش هاد البلاد كيحترموا الناس الحقوقيين؟ واش كيحترموا الراي والراي الاخر؟ واش كيخليوا الناس يعبروا على داكشي اللي كيضرهم بكل حريه بلا ما يتجاوزوا الخطوط الحمراء، بلا ما يضربوا في المؤسسات؟ يعني الاستاذ المديمي كان كيقوم بوقفات احتجاجيه مرخصه، وكان ما تيسب ما كيعاير، يعني كيطالب فقط بالحق وانه ينصر المظلومين فقط. هادشي اللي كان كيناضل من اجله الاستاذ المديمي. فكنتمناو من قلبنا انه في الجلسه الماجيه ان شاء الله اللي غتكون نهار 27 في شهر 7 الماجي، القضاء المراكشي ينصف الاستاذ المديمي ويتابعوا في حاله صراح، لانه يستحق ذلك. وقلبنا وتفكيرنا مع الاسره ديالو، بالخصوص الام ديالو اللي مسكينه كيف ما قالت انها كتفرح منين كتسمعنا كنتكلموا على الابن ديالها بكل خير، منين كنجبدوه بالخير. وهذا الشيء راه هو اللي كيستحقوا الاستاذ المديمي، ما كيستحقش اننا نسبوه ولا نعيروه ولا اننا ننقصوا منه. بالعكس، راه الاستاذ المديمي هو بطل، واحد الانسان حقوقي بطل، دخل السجن وهو كيطالب بالحق،
ماشي دخل على النصب والاحتيال ولا على الشفرة ولا على القتل. لا خوتي، الأستاذ المديمي دخل لأنه يقول كلمة الحق، وهذا راه شرف ليه، هذا راه وسام غادي يتعلق على صدره، ويجب أن الأم ديالو تفتخر به وأن الأسرة ديالو كاملها تفتخر بهذا الإنسان النضالي الحقوقي الشريف. ندوزو دابا باش نتكلموا على اليوتيوبرز المغربية الوطنية اللي كنقول لها من هذا المنبر على سلامتك أختي، على سلامتك، والله فرحنا لك من كل قلبنا أنك رجعتي للمهمة ديالك، رجعتي للمنزل ديالكم. المغربية الوطنية من خلال التصريح اللي قالته في قناتها الجديدة قالت على أنها داخل سجن الوداية، يعني كانت كتلاقى مع المتهمات ديال الحساب حمزة مونبيبي اللي هما سكينة وعيشة عياش وصوفيا وابتسام، يعني كانت كتلتقي بهم وهما كانوا كيساعدوها وكانوا كيعاونوها في المونة، كانوا كيتعاملوا معها مزيان، هذه من جهة. ولكن من جهة ثانية فهما كانوا كيضغطوا عليها، يعني هي قالت أنهم كانوا غادي يسطيوها في سجن الوداية، كانوا كيطلبوا منها أنها تعطي واحد الشهادة ضد الأستاذ المديمي، كانوا كيطلبوا من المغربية الوطنية تقول أن الأستاذ المديمي هو اللي كيحرض اليوتيوبرز ضد المغنية، وأن الأستاذ المديمي تيخلص عباد الله أمام المحكمة باش يتجمعوا ويعملوا يعني إضرابات أو لا مظاهرات ضد المغنية، يعني كيعطيهم الفلوس، كيعطيهم 100 درهم باش يوقفوا أمام المحكمة. وهذا الشيء هو اللي رفضات يعني المغربية الوطنية أنها تقوله ولا تشهد به، لأنه راه كذب في كذب، هذا الشيء كامل أخوتي ما كاينش، شي تحريض من الأستاذ المديمي لليوتيوبرز هذا الشيء ما كاينش. أنا أتكلم عن نفسي، ما كيحرضني حتى شي جهة، ما كيتكلم معايا حتى شي جهة، ولا لاحظت أخوتي أنا ما حطت حتى شي معلومة خاصة بيا في القناة ديالي، لا نمرة التليفون، لا دريسة، لا انستغرام، ولا شي ايميل باش يتواصل معايا الناس، ما حطاش نهائيا هاد الشيء باش نتفادى انا شي حد يتواصل معايا ولا يعطيني شي معلومة ولا يقول لي ديري هادي ولا ديري هادي باش نتهنى في راسي. انا كنقول غير داك الشيء اللي كيمليه عليا الضمير ديالي، وبطبيعة الحال بالادلة والبراهين، سواء من الجرائد الالكترونية او لا من تصريحات ديال الاشخاص بلسانهم، يعني ما كاينش حتى شي تحريض من اي جهة كيف ما بغات تكون، سواء من الاستاذ المديمي او لا من الضحايا الاخرين. اذا كما قلت هاد الربعه ديال المتهمات كانوا كيحاولوا في سجن الوداية انهم يغريو المغربية الوطنية، سواء بالمونة كيعاونوها بالمونة باش تشهد ضد المديمي، او لا كانوا يعني كيضغطوا عليها نفسانيا باش انها تشهد ضد المديمي، وهي خرجات وقالت بان هاد الشيء كله ما كانش الاستاذ المديمي ما كانش كيحرضها نهائيا، وقالت من جهة ثانية انها ماشي حمقى بينما هي تعاني من اكتئاب حاد. وانا اخوتي كنت حاسه بهذه القضيه هذه من خلال غير واحد يعني واحد المكالمه اللي جريتها مع واحد الاخت عزيز عليا اللي هي حتى هي يوتيوبرز معانا فسميتو كتكلم على القضيه، يعني البارحه قلت لها انا المغربيه الوطنيه ما كتجينيش حمقه نهائيا، السيده بعقلها وكتعرف مزيان شنو اللي كتقول، الناس اللي كيقولوا عليها حمقه راه غير كيخربقوا، السيده عارفه اش تقول، ما كتخرج الكلام حتى كتعرف شنو اللي كتقول. وفعلا هذا الشيء هو اللي صرحات به، قالت انا ماشي حمقى ولكن كنعاني من اكتئاب حاد. اذا التصريح اللي قالته المغربيه الوطنيه على الاستاذ المديمي هو جد خطير، وهذا الشيء كيعزز كلامنا مني قلنا ان الاستاذ المديمي تعملات ليه واحد الخطه اللي هي كبيره، واحد الخطه خطيره للزج به في السجن، وذلك بتحريك الشكايات اللي كانت محفظه ضده، وبين ليله وضحاها هاد الشكايات كاملهم رجعوا للواجهه وظهروا ناس يعني كلهم باغين يشكيو بالأستاذ المديمي علاش للزج به في السجن، نظرا لأنه كان كيتكلم يعني تيعطي تصريحات اللي هي خطيرة على ناس اللي هما واصلين في هاد البلاد، كان كيطلب أنه يتجرى تحقيق مع بزاف ديال الناس، وهذا الشيء هو اللي نوض عليه النحل أخوتي. أمانة كبير في القضاء، كنتمنوا أن القضاء ينصف الأستاذ المديمي ويتابعوا في حالة صراح ويعطيه الفرصة أنه يدافع على نفسه أمام القضاء. من جهة ثانية خليونا خوتي نسمعوا هاد المقتطفات ونرجعوا نكملوا نقاشنا من بعد. أنا قدامي في السماء في إلى المراكش من قبيلة، وأنا كندور هنا مرتزقة على الجسد، هادوك طيابة الحمام ودوك الغربات لا بان سقوطهم كاينين على الجهد، وشتي وتصدق في الصحراء.
دوك المرتزقات اللي كتجيبوهم دوك النقافات ديال بصح شو غير حالتهم كيفاش عامله؟ سير شوفيهم كيفاش دايرين باب المحكمه. انا ضربت المحكمه طول العرض جالسين ناشرينهم، شي حاطينو حدا الباب ديال ملي كيدخلوا المساجين، وشي حاطينو في الطريق، وشي حاطينو في الباب ديال الدخول. اش هاد الشد المهزله اللي دايرين؟ شد المهزله اللي دايرين؟ شنو هادشي؟ انا ما فهمتش علاش الامن كيخليكم تجمعوا، علاش الامن اصلا كيخليها بحال هذوك المرتزقات اللي معروفين ولاو معروفين وصوره ولات معروفين مرارا وكلهم صورتهم، كلهم عندي صورهم، كلهم وحده وحده عندي صورهم، وكلهم صورتهم، كلهم عندي صورهم، كلهم وحده وحده عندي صورهم، وكلهم صورتهم، كلهم عندي صورهم، كلهم وحده وحده عندي صورهم. وهذوك الناس خصنا نعرفهم، وهذوك الناس خصنا نعرفهم، وهذوك الناس خصنا نعرفهم. علاش جايين كيقولوا الدنيا باطمه والشوها؟ شكون اللي شوها؟ بغيت نعرف انا شكون اللي شوها. إذن أخوتي، هاد السيدة اللي كتتكلم هنا هي الصديقة الثانية ديال السيدة اللي كنت هضرت عليها البارحة في الفيديو ديال البارحة، اللي هي مولات الملحة في الصفر اللي كانت هزة ساشي في البيض وكانت يعني داخل المحكمة وكانت كتصور سلطانة، وهاد الشي قالته بعظمة لسانها. رجعوا للفيديو ديال البارح اللي حطيت، راه غادي تلقاو فيه حقائق خطيرة على هاد السيدة هادي اللي لابسة ملحة في الصفر وهزة ساشي بيض وكتلصق جسس على سلطانة. وقلت لكم انهم كانوا جوجات، كانت هاد مولات الملحة في الصفر وكانت وحدة اخرى اللي كانت المهمة ديالها عند الباب ديال المحكمة، وهي اللي كانت عاملة اللايف طونوبيل، كانوا كيهضروا بجوجاتهم في اللايف. كثير من الناس كيسحبهم انه راجل هذاك اللي تيهضر، لا خوتي هذاك راه ماشي راجل، هذيك راه مولات الملحة في الصفر مع مولات الملحة في الاخرى اللي هي غادي نسميها هنا النينجا المقنع. هذيك لابسة حتى هي ملحاف ومغطية وجهها بالكامل باش الناس ما يتعرفوش على الهويه ديالها، ولكن حنا خوتي جبنا الهويه ديالها وعرفناها. حتى هذيك السيده راها فاعله جمعويه وعندها قناه باليوتيوب وعندها صفحه في الانستغرام كيناضلوا من اجل المغنيه ديالهم. هاد المقنعه خوتي تنعتوا المغاربه الاحرار، المراكشيين الاحرار اللي جاوا يحضروا للجلسه ديال المغنيه، نعتاتهم هاد المقنعه بالمرتزقه وطيابات الحمام، وقالت انهم ناشرينهم ومخلصينهم. بغينا نعرفوا شكون اللي جاب دوك الناس. قالت لكم اسيدي هاد المقنعه هي وهذيك مولات الملحه في الصفر، كلشي كيردوه للاستاذ الماديمي ولسلطانه وسعيده شرف. كاع اللي حضر في داك النهار ديال المحكمه صافي راه مخلصوا الماديمي ولا مخلصاه سلطانه ولا مخلصاه سعيده شرف. زعما المغاربه الحرار ما عندهمش النفس، ما غاديش يجيو قدام المحكمه باش يحضروا للجلسه المغنيه ويعرفوا اخر الاخبار ديالها، لا. هاد الناس ضروري ما خصهم يكونوا شادين الفلوس باش يجيو قدام المحكمه. وباز الله يعطينا وجهكم، اذا حتى نتوما اللي حضرتوا في داك النهار راكم شادين الفلوس، اولا كاينه ولا ما كايناش؟ نتوما اللي جايين دايرين لينا البلبله في واحد المدينه اللي ماشي مدينتكم، ضاربين الطرقان وجايين كتجريوا لمراكش باش ديروا الفتنه والبلبله، اذا حتى نتوما على هاد الحساب هذا راكم مخلصين. شكون اللي مخلص لكم داك المازوط ديال الطوموبيله؟ شكون اللي مخلص لكم القرعه ديال الماء اللي غتشربوا في الطريق؟ وشكون اللي مخلص عليكم الفطور؟ كاينه ولا ما كايناش؟ الناس جات من خاطرها تدافع على بلادها وعلى مدينتهم، تدافعوا على مدينتهم ضد الفساد والفاحشه اللي كان كيعملها هذا الحساب المشؤوم في مدينتهم، المدينه الحمراء مراكش ديال الناس الاحرار، المغاربه الاحرار. كان عليك تجي تقولي داك الكلام حداهم وسمعيها لهم في ودنيهم. علاش اللي قطعتي الطريق، قطعتي الشانطي، عاد تتقولي انت داك الشيء في التليفون، عاد تلقى اللايف وتسعيري وتتسبي في الناس؟ لا، ديك الساعه قربي لحدا دوك العيالات وسبيهم بداك الكلام وغادي تشوفي شنو غادي يديروا لك. اولا خفتي؟ ها راه الجبان فيه غير الهضره، اما شي حاجه تنفع راه ما عنده باش ينفعك. هادوك الناس اللي انت كتقولي عليهم مرتزقه وطيبات الحمام، هادوك راه مراكشيين احرار في مدينتهم. كيتك انت اللي جايه متطفله عليهم في مدينتهم، متطفله في المحكمه الابتدائيه، ضربه الطرقان باش تجي تجسسي على لالاك سلطانه، ضربه الطرقان باش تجي تنفذي واحد المهمه اللي هي متسخه، باش تجي تصوري في عباد الله وتجسسي على عباد الله. الا كنتي مراه حره نسميك مراه حره، ما تجيش متنكره كي النينجا، عري على وجهك وبيني راسك وهضري ودافعي تنتي على مغنيتك قدام الناس، ماشي تجي متخفيه كي النينجا باش حتى حد ما يعرفك. ولكن حنا عرفناك. وكتقول من جهه ثانيه خوتي على
علاش للامن خلى هاد الناس يتجمعوا؟ علاش هاد الناس هادو جالسين امام باب ديال المحكمه؟ وسبحان الله، واش انتي المحكمه ديالك؟ الباب ديال المحكمه ديالك ولا؟ وقولي لنا انتي بعدا علاش الامن اللي يسمح لك تدخلي المحكمه لا انتيا ولا هذيك مولات ليزار الصفر؟ اش اللي جابكم للمحكمه؟ اش اللي دخلكم للمحكمه؟ اش من علاقه عندكم انتوما يا فداك الملف؟ واش انتي كتجي لشي حد في الضحايا؟ واش انتي كتجي للمغنيه؟ واش كتجي لشي حد في المحاميين؟ واش شكون اللي دخلكم للمحكمه؟ المحكمه ما عندهاش الحرمه ديالها؟ واش من هب ودب كيجي للمحكمه ويدخل ويصور في عباد الله؟ واعترفت اخوتي بلسانها انها كتصور في الناس من باب المحكمه، وراني قلت لكم البارح ان هذيك خيتي، هذيك النينجا، هي اللي صورت المراسله الصحفيه ديال ماروك نيوز لاين. واش قلت لكم البارح ولا ما قلتاش لكم؟ وها انتم وقفتوا على كلامي. اعترفت بلسانها انها كتصور عباد الله من الباب ديال المحكمه. باش من حق؟ شكون اللي عطاك هذا الحق؟ هذا راه سميتو التعدو، هذا راه سميتو تصوير الناس بدون اذنهم، راه هذا سميتو بث صور عباد الله من غير قبولهم او اخذ يعني الموافقه ديالهم، وهذا الشيء راه كيعاقب عليه القانون. هذا راه جرم، هذا سميتو راه جريمه في حق هذوك الناس اللي جالسين في مكان اللي هو عمومي، ماشي شغلك انت لا اللي يتجمعوا ولا ما يتجمعوش، ماشي شغلك هذاك. اش اللي كتكوني بالسلامه اللي تمنعي الناس يوقفوا في باب المحكمه؟ واش هما دخلوا لقاعات الجلسات وكيصوروا عباد الله؟ واش هما صوروك؟ واش صوروا الناس اللي جالسين؟ انت اللي متطفله على هذه القضيه، انت شكونك انت؟ شكون انت باش من حق باش من صفه؟ قلت لك غادي نشد الصور ديال هاد الناس ونمشي نقلب عليهم ونعرفهم شكون هما. اش من صفه انتيا؟ واش انت بوليسيه ولا من الفرقه الوطنيه ولا اش كتكوني انتيا باش تقصي الاخبار ديال عباد الله بلا موجب شرع؟ واش هذا حق اخوتي؟ واش انا كنهضر بالمعقول ولا غير كنخرمز عليكم هنا؟ راه هاد جوج ديال السيدات، هذيك المقنعه وهذيك الاخرى اللي لابسه ملحاف صفر، خاص يتم التحقيق معاهم ويعرفوا شنو هي قضيتهم مع حساب حمزه مبيبي. اش اللي كيربطهم معاه؟ واش اللي كيربطهم مع المغنيه؟ وشكون اللي سمح لهم يدخلوا لداخل ديال المحكمه؟ وشكون اللي عطاهم الحق يصوروا في عباد الله؟ وهذا الشيء راه بالدليل وبالبرهان، وهذا الشيء راه من انطلاق الكلام ديالهم بلسانهم، ماشي قلتوا انا ولكن هما اللي قالوه بعظمه لسانهم. هذه راه حجه ودليل ضدهم. ونايضه هذيك الاخرى اللي شعرها احمر اللي دايره هذاك اللعيبه في الحاجب ديالها، قالت لك درتوا واحد المهمه اللي هي نقيه، يعني ضربتكم ما كديرش الحس، ما كديرش العجاج. ونوضي كوني تحشمي على عرضك. واش اللي قدكم باقين كيديروا هاد الفعيل ديال المراهقين؟ واللي قدكم يمشيوا يستغفروا مولاهم ويشدوا شي تسابيح ويتصنتوا لعظامهم؟ وانتم يا راه ريحتكم عطات، ريحتكم عطات، لا في الانستغرام ولا في اليوتيوب ولا في مدينه مراكش. شوهتوا براسكم وشوهتوا بالمغنيه ديالكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وكنوجه هنا نداء للسلطات، نداء للسلطات انهم ضربوا بيد من حديد على هاد الشرذمه، هاد خياتي هادو اللي ما لقاو شغل، اللي كيهددوا في السلامه ديال المواطنين المراكشيين، اللي كيصوروا في المراكشيين بدون حق. هاد الشيء راه جريمه يعاقب عليها القانون. خاص السلطات تردع هاد الناس وتعمل لهم واحد الحد وتحقق معاهم وتحاسبهم على هاد الافعال الاجراميه. اذا اخوتي ما نزيدش نطول عليكم كثر، هاد الشيء راه كيحرق الاعصاب، اقسم بالله لا كيحرق الاعصاب. انا بعدا صافي، لا حول ولا قوة إلا بالله. خليوا لي تعليقاتكم وما تنساوش اللايكات والبارتاج. السلام عليكم.